طبعا ما ينفعش تفهمها على مجرد الكلمة، لكن تفهمها على البعد اللي بتقول هذه الكلمة، اللي هو ايه؟ اللي هو حينما اقول له يا احمق فانا احقره، واحد، اتنين، انا ادينه واحكم عليه، تلاتة، ايه اللي خلاني احقر الانسان اللي خلق على صورة الله، على صورة المسيح؟ ايه اللي يخليني احقره بهذا الشكل؟ حاجتين في منتهى الخطورة. الحاجة الاولانية الكبرياء، الارتفاع، الانتفاخ، ان انا احسن من غيري. والحاجة التانية البغضة، انه مفيش اي محبة، فيش اي شفقة، فيش اي قبول للاخر. فيبقى اللي جوه كلمة يا احمق الكبرياء والكراهية. طيب، الذي امتلأ قلبه بالكبرياء والكراهية، واللي بيعبر عن الكبرياء والكراهية تحقيره للآخرين. طبعا انت يعني ما ينفعش تستهين بكلمة يا أحمق دي، حتى لو بنتكلم عن كلمة. ليه بقى؟ لأنه لما يبقى شاب صغير يافع أو طفل ويجي المدرس بتاعه يقول له كلمة بهذا الشكل، دي ممكن تعقده وتكرهه في المدرسة وتعمل يعني أزمة نفسية، يعني لأنه الكلمة وراها سم الكراهية والكبرياء. فطبعا مش المقصود كلمة، المقصود الروح اللي جواها، والمقصود إنه الكلمة بتعبر عن هذا الروح الشرير اللي أنا شرحته، اللي هو الكبرياء والكراهية. طيب، إذا كنت إنسان عايش في الكبرياء والكراهية، طب ما هو في جهنم، هو في إبليس، ما هو ده إبليس، هو الكبرياء والكراهية، هو ده إبليس، فهو مبلوع من إبليس وعايش جوه إبليس، مش لسه هيبعتوه جهنم، هو كده في جهنم، هي دي جهنم، إبليس هو جهنم، هو ده طبعا المعنى، لأنه كلام المسيح في الموعظة على الجبل كان يذهب بالإنسان من ظواهر الأفعال إلى مصدر وجوهر الأفعال.